ورجعنا لكم من جديد، اهلا وسهلا فيكم. مستمرين معكم بمطبخ رؤيا لغايه الساعه 12:30، وانضم لنا اخصائي الاتيكيت زيد بالبيسي لنحكي عن موضوع جدا مهم. كثير ممكن نعزم وكثير ممكن نعزم، ولكن ايش هي الطريقه الامثل والاصح سواء كنا معزومين او عازمين؟ رح نعرف تفاصيلها اكثر مع زيد. اهلا وسهلا فيك يا زيد. صباح الخير عليك وعلى الشيف روان وعلى جميع المشاهدين. صباح الخير. اهلا اهلا فيك. طيب زيد، خلينا نبلش بالموضوع. هو فعلا موضوع اوقات الناس ما بيعرفوا كيف بدهم يتعاملوا معه. طيب، لما بدهم يعزموا ما بيكونوا متاكدين كيف طريقه العزومه الانسب. خلينا نبلش من هون. لما بدنا نعزم الناس ايش لازم نسوي؟ في البدايه لازم احنا نحدد موعد للعزومه. هلا العزومه لازم تكون قبل باسبوع لاسبوعين، انه احنا نبلغ الاشخاص او الضيوف، خلينا نحكي اللي احنا حابين نعزمهم، على موعد العزومه، انه والله في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه. تمام، ممكن التاكيد بمسج او بايميل او باي وسيله اتصال، حسب طبعا قرب الشخص اذا كان بعيد او قريب منا. مهم كثير كمان، اذا انا بعزم شخص قبل 10 ايام او اسبوعين، انه قبل 3 ايام او قبل يومين ارد اعمل له عمليه تذكير، ريفرش، انه على اساس انا في احيانا الناس كثير بتلاقيهم بيعزموا، بيكون عنده المعازيم 20 شخص، بتفاجئ بيوم العزومه انه ما في عنده غير 5 اشخاص. صح. تمام، فهون بصير يعني هو ربك عليه وعلى الناس، الاحراج على الناس اللي عم بيجوا انهم ما تذكروا. هلا غير موضوع طبعا الموعد العزومه، لازم انه احنا كمان بس انه نحن نحكي معه، نحاول ناخذ احسن موعد للجميع. يعني هلا في ناس بتعرفي عطلتهم جمعه، او في ناس عطلتهم السبت، في ناس بيحبوا لا الخميس، في ناس شغلهم متاخر او بكير. صح. بدي احاول انا اجمع قدر الامكان افضل وقت انه يناسب الجميع المعزومين. تمام. طبعا هلا كمان احنا انا كمضيف، يعني خلينا نحكي، او اللي انا اللي عازم، لازم اراعي الموضوع الصحي للجميع. يعني اخلي مثلا كيف هون الشيف ما شاء الله عامله شيء فيه بروكلي، في شيء صحي. ليش؟ لانه ممكن انا مثلا واحد شخص من الاشخاص عنده سكري او عنده جلوتين فري او عنده، بتعرف هلا في مشاكل صحيه، فبكون انا عندي اكثر من طبق، بس من غير كثير المبالغه بالاطباق عشان ما يكون محير كمان للناس الموجودين قاعدين كضيوف. بصير بده يدوقوا كل شيء ما بيدوقوا شيء. هذا كمان جانب مهم. هلا كمان لازم انا الموقع الطاوله او السفره، ممكن انا هلا بتعرف بيوت عمان صارت نوعا ما كل مالها عم تصغر. صح. فاحنا ممكن موقع طاوله السفره او المكان غير مناسب لفتره العزومه هاي، فممكن انه انا اغيرها برضه بما يريح الناس اللي هم جاييني. كثير مهم انه انا استقبل الناس برضه من على الباب. تمام، وارحب فيهم. هلا انا كضيف لازم انه انا اجي كمان قبل بنص ساعه من فتره العزومه. قبل يعني بنص ساعه انه ما اجي. ما هو احكي لكم ليش. هلا لانه انا هيك بحب صراحه. بالضبط، بنعجز. هلا في ناس بتلاقيهم بيجوكي، ايوه بالضبط، بيجوكي قبل بساعه ساعه ونص. تمام، هلا انت بالفتره هاي فتره حساسه بالنسبه للست البيت. ليش؟ لانه ممكن هي عم تكون بدها تجهز الاكل ويطلع سخن للناس، فبكون هذا كثير عجقه. فمش قبل بنص ساعه يعني لازم يوصلوا، مش اكثر من هيك، على اساس انه بعطيهم الفرصه انه تكون مجهزه الطاوله بشكل سليم وتقدري تقعدي معاهم وتاخذي وتعطي معاهم. صح ولا لا؟ صح. بدك تشوفي معازيمك بالنهايه، مش بدك تقضيها بالمطبخ. صح. وهم بيكونوا قاعدين على السفره او مثلا في اي مكان. 100%. كمان كثير شيء مهم، هلا انا عيارهم مثلا وصلوا الضيوف، لازم انا اكون معي هديه، لو كانت هديه بسيطه. يعني مثلا انه انا زمان مش مقدرتي انه انا اجيب هديه ثمينه او شيء منيح، لو بجيب ورده، لانه المهم انه الواحد الانسان يجيب شيء بايده، ما يكون ايده فاضيه، حتى من باب التقدير، من باب الاهتمام، انه انا مقدركم على هذا الشيء. هذا كمان جانب مهم كثير. اللباس خلينا نحكي برضه، المظهر اللبس برضه انا اللي جاي فيه بدي اكون منتبه، انه هل في ناس رسميين بالعزومه ولا هي بس والله اهليه؟ عرفت علي؟ يعني مثلا بجوز واحد عازم اخوانه اخته مثلا، وهذا مش شرط، مش بالضروره انه انا اكون لابس رسمي. طبعا. بس بالضروره برضه اكون شيك نوعا ما، انه انا ما مش اكون والله جاي من الشغل وجاي على طول على العزومه، لا بروح بظبط اموري شوي وبضل جاي، حتى لو باجي سبور برضه. هذا كمان جانب مهم. كمان من الجوانب المهمة طبعا إعداد الطاولة أكيد بالشكل الصحيح. عندنا كمان هلأ بعد ما نخلص إحنا العشاء أو الغداء أو أي شيء إحنا ما عم نشوفه، هلأ اللي بيقدر يعني إحنا بننصح
انه يجيب مثلا حدا يكون هو مسؤول عن موضوع الجلي وموضوع هذا ما بعد الطعام. اذا كان في عندنا عزومه كبيره 100% فعشان ست البيت ما تلتي وتترك الضيوف صحيح او يضطر حدا من المعازيم يقوم يساعدها بالضبط ممكن يصير لانه راح صار صفي موقف محرج صح. وغير هيك كمان انه انا هم الضيوف جايين انا عشان مش بس عشان العشاء هم مثلا جايين عشان انه يقعدوا معي عشان صح. يشوفوني ما بدي اقضيها انا برضه في المطبخ طبعا. برضو هلأ في عنا كمان قاعدة مهمة للأطفال. هلأ الأطفال ما بصير أنه يقعدوا على نفس الطاولة تمام اللي هم دون سن 10 سنوات أوكي. تمام هلأ فوق 10 سنوات لازم إحنا ننمي شخصيته ندعمها أكثر نحسسه أنه أنت يعني خلص شخص واعي وإلى قيمة في المجتمع أساس أنه يعرف يشارك بالمستقبل للحياة. فلازم نقعده ممكن إحنا على الطاولة فوق 10 سنين بس طبعا هذا بده يكون مؤسس من الصغر بشكل صحيح أنه هو يقعد ويتفاعل مع الناس بشكل صحيح يعرف أنه يتعامل مع الأشياء المحطوطة قدامه بطريقة صحيحة وسليمة بس صحيح. تعرف قدي حبيت مبدأ أنه إحنا مش بس عم نركز على أتيكيت كيف بدنا نمسك الشوكة والسكينة ولكن برضو من ناحية الأتيكيت هو كيف إحنا بدنا نحفز نمو العقلي والذهني أكيد. للأطفال اللي ممكن يكونوا موجودين معنا على نفس المائدة فإحنا يعني عم منلخص كتير محاور بمحور واحد هو الاتيكيت يعني يعني هلا صراحة. اكيد اكيد التوعيه يعني هو بتكون للجميع بتكون ان شاء الله ان شاء الله يستفيدوا منها. كمان شيء مهم هلا احنا بعد العشاء او بعد الغداء ما بصير نطول اكثر من ساعه تمام هذا في ناس ممكن عم بيستغفلوه. هلا في ناس فكرتها انه بيحكي لك الـ يعني في عليها امثال حتى انه الضيف ما بصير انه يجي ويروح بسرعه صح ولا لا فانه في ناس بيجي بتعشى ومباشره بيطلع طبعا هذا عيب برضو عيب انه انا اتاخر عرفتي علي انه انا ما اطول اكثر من ساعه بعد فتره العشاء الا اذا والله اهل البيت او الضيوف يعني خلص اصروا علي انه لا خليك وهن مستمتعين في وجودي معهم عرفتي علي هذا برضو هون كمان جانب كثير مهم بالموضوع طبعا احنا هلا عيارهم خلصوا عشاء ما بصير انه احنا نقدم مثلا كمان الشاي او القهوه على نفس طاوله السفره لازم انقلهم على مكان ثاني للضيوف حتى انهم يقعدوا فيه وياخذوا راحتهم اكثر ايوه ما تضل المنظر كمان مش مريح لهم بالنسبه للضيوف بشكل عام طب بمجرد احنا نلاحظ انه خلص احنا العازمينهم انتهوا من الاكل امتى الوقت الصحيح انه نرفع الاكل عن الطاوله ممتاز هلا احنا بهمنا كمان كثير شيء مهم هذا سؤال انه بالنسبه للشخص المضيف أول إشي هاي بجوز قاعدة المعظم بيعرفها وهي حتى بعادات البدو والعرب السابق إنه ما بصير إنه أنا أخلص أكل قبل الضيف يعني لازم أنا طالما الضيف عم بيأكل لازم أنا أضل أكل معه أنهى طعامه أنا بخلص بنهي طعامي تمام هاي قاعدة مهمة حتى لو أنا بس عم باكل اشياء بسيطه اذا بجوز انا شبعت انا مش متحمل انه اكل باكل اشياء بسيطه من باب انه انا احسسه انه انا عم باكل مش انه عم تركك عم تاكل لحالك عيالنا احنا خلصنا اكل بهاي اللحظه بصفي انه ايش موضوع احنا رفع الاكل رفع الاكل لازم يكون بعد ما يقوم الضيوف يعني خلص الضيوف انتقلوا على المرحله الثانيه مثلا على صاله الجلوس او شيء زي هيك ضيفناهم شاي او ضيفناهم قهوه هون بصير مرحله الصحون والاشياء هاي بدنا ننتبه كثير على موضوع انه الضيف اذا شافك معجوقه تمام راح يحاول انه هو يساعدك بالاطباق او بالجلي او باشياء زي هيك بدنا نحاول قدر الامكان انه احنا ما ندخله بهيك موضوع ليش لانه انا هلا مثلا كصبيه او كمدام او شيء زي هيك جاي مرتبه حالي ومظبطه حالي بهيئه مش خرج انه انا جلي واشياء طبعاً. زي هيك صح ولا لا بس هي من باب الـ يعني الذوق هي عم بتحاول انه تفرض حالها انه عم تقولها لا انا بجلي انا بساعدك انا بعمل لك فاحنا لا بدنا نصر اصرار كامل انه ما حدا هذا بينعمل بعدين وما في هلا في حال ما كان عندك اي حدا من الاشخاص انه يساعدك انت كنت لحالك مثلا طيب بنترك الطاوله زي ما هي تمام بنحطها في موقع ثاني واحنا بنقعد في موقع ثاني وبنخلص بس نخلص ويطلع ضيوفي انا بشتغل فيها براحتي هي هذه تتسلى براحتها تتسلى براحتها يعني ويفضل يكون في مين يساعد برضه يعني زيد شكرا كثير لك وعلى المعلومات الرائعه يعني احنا مش بس بنحكي عن اتيكيت لاعمار معينه ولكن هو اتيكيت مجتمعي اذا بقدر احكي أكيد. هذه الجمله وفعلا بينشر الوعي بطريقه حلوه وحلو برضه شيء كثير لفت لي نظري حكيته زيد انه احنا لما نقعد طفل فوق 10 سنين او فوق معانا على طاوله قاعدين عليها كلهم كبار احنا هون عم نزرع فيه ثقه بالنفس ليطلع انسان واعي ويقدر انه يتعامل بالمجتمع اللي راح يكبر فيه شكرا كثير لك زيد وشكرا على المعلومات الرائعه اللي اعطيتنا اياها شكرا كثير وشكرا لتواجدك معنا شكرا.